السلام عليكم حبايب المتابعين، صبحكم الله بالخير والنور والسرور. طبعا احد المتابعين وضع سؤال عام صراحة، متى يتلف المكيف؟ زين، يعني ما حط سؤال خاص او معين او محدد بالنسبة لأي جزء يعني الذي يتلف في الجهاز، لكن قال متى يتلف الجهاز المكيف. طبعا سؤال صعب جدا، لأن أمانة أسباب كثيرة تؤدي لتلف وحدة التكييف. ممكن في هذا المقطع راح نذكرها، ممكن راح أنساها صراحة، ممكن، فتعليقاتكم راح تكون مساعدة مثل ما يقولون. بدون تحديد يعني بدون ما نقول والله أول ثاني ثالث، راح نخربط للأمانة، راح نخربط في الإجابة ونقول ونشوف شو الأسباب التي تظهر أثناء الكلام، راح نقولها واللي نسيناها مع السلامة. طبعا الموضوع تقريبا أعتقد يخص الوحدة السبليت، لأن المكيف الشباك من النادر أو صعب أنه يتلف إلا إذا صارت ظروف معينة أدت إلى تلفه، لكن عادة ما يتلف بسرعة صراحة. المكيف السبليت صراحة ممكن عمره الافتراضي، ممكن بشكل عام وليس بالتحديد، يعني ما نقول والله بيستن ولا روتري، لأن تكلمت أنا عن هذا الموضوع من قبل بالأعمار هذه الافتراضية، يعني عمره تقريبا ما بين 10 إلى 20 صراحة كفاية، 10 إلى 20 سنة. إذا أعطاك 10 و20 سنة أمورك طيبة، أنا يعني بالأمانة يعني خلاص يكفي. لغاية متى أنت تريد يشتغل؟ يعني تبغى يشتغل مثلا 50 سنة، نص قرن، خلاص. انزين، الأسباب الله يحفظكم. أولا الشراء صراحة وحدة سيئة، يعني من شركة سيئة بدون ذكر أسامي، ممكن تشتري وحدات سيئة غير عملية. مواد التصنيع صراحة المستخدمة في بعض الوحدات تكون غير جيدة، ليست بهذه بتلك الجودة، زين، وما تتحمل. أيضا ممكن يكون عندك سوء تركيب صراحة، سوء تركيب من الفني، دخول هواء للنظام، كهرباء غير مستقرة، مواد يعني استخدمت مواسير لا تصلح لهذا الجهاز. أيضا ممكن يكون الصيانة سيئة، صيانة سيئة للنظام. ممكن يكون الشخص استخدم غاز غير جيد، زين، شحن فيه النظام. أيضا عدم الاهتمام صراحة بصيانة المنظومة، يعني الصيانة الدورية، تنظيف فلاتر، غسيل وحدة داخلية، غسيل وحدة خارجية. ممكن يكون عندك عطل ميكانيكي، يحدث عطل ميكانيكي، زين، في المروحة، في الضاغط. أيضا عطل في الحساسات ممكن يؤدي إلى تلف الوحدة، وقلنا كهرباء غير مستقرة. شو بعد كان في عندي شيء بعد صراحة، أشياء مو بلا شيء، أشياء، زين،
تفكر فيها صراحه. شو اللي يتلف الجهاز؟ ايضا البيئه صراحه، البيئه غير جيده، المناخ في هذه المنطقه غير مناسب لهذه الوحده، مثل ما قلنا شراء وحده غير مناسبه للمنطقه هذه. ممكن قلت او ما قلت، تشتري وحده مثلا منطقتك انت على التي 3 تروح تاخذ لي وحده على التي 1، زين. شراء ايضا وحده مستعمله غير جيده، زين. كثره الحراره صراحه، ارتفاع درجات الحراره ممكن يتلف الجهاز مع عدم وجود صيانه. الموضوع صراحة صعب، يعني الواحد ممكن مفروض يفكر فيه ويجلس ويحط لك اللستة بالقائمة التي تتلف الجهاز صراحة. شو بعد؟ وضع الوحدة في مكان غير مناسب صراحة، بعضهم يضعونها في منور، بعضهم يضعونها في مكان مسدود، مكان ما فيه تهوية، زين. شو بعد يا ربي؟ شو بعد؟ ممكن بعد الناس تستخدم صراحة، بعض الفنيين يستخدمون بالغلط غاز غير مناسب، يعني مثل ما سمعت في التعليقات يجي يقول لك والله حطيت غاز 22 بدل غاز 410، أو حطيت غاز 410 بدل 22 أحيانا. وطبعا الغاز ما يتلف الجهاز، لكن طريقة الشحن ممكن تتلف الجهاز، يعني لازم تشحنه بطريقة معينة، لكن بالأمانة ما يتلف. أيضا الزيت، الحمد لله ذكرنا الزيت، الزيت هذا البعض يستخدم زيت غير مناسب للمنظومة، هو زيت غير أصلي، زين. رطوبة ما رطوبة وهالأشياء، كثرة الرطوبة، وأيضا تركيب الوحدة صراحة الداخلية في مكان غير مناسب، أيضا غير الوحدة الخارجية. الوحدة الخارجية ممكن تركبها أنت في مكان غير مناسب، ولكن أيضا الوحدة الداخلية تركبها في مكان غير مناسب للجهاز، داخل مطبخ، مكان والع حار نار، زين. أو تركب وحدة غير مناسبة لحجم الغرفة، يعني الغرفة تكون كبيرة والوحدة تكون صغيرة، تظل تطحن. كثرة الرطوبة والأتربة والغبار داخل الوحدة هذه داخل الغرفة ممكن أيضا تؤدي إلى تلف الجهاز. ما أدري شو بعد، شو بعد يا ربي، شو بعد؟ الأسلاك، أيوة، أسلاك كهرباء غير مناسبة، ممكن تستخدم أسلاك كهرباء غير مناسبة للنظام، زين. أسلاك صغيرة، أسلاك مو سنجل، يعني الأسلاك الصغيرة هذه تكون أسلاك صغيرة، يعني أنت تحتاج إلى 4 ملي تستخدم 2.5، زين. تحتاج إلى أسلاك فردية تستخدم أسلاك، زين، شو يسمونه؟ جروب، يعني مجموعة الأسلاك، أسلاك مجتمعة في سلك واحد، وأنت تحتاج إلى أسلاك فردية، زين. أيضا استخدام قطع غيار غير أصلية، زين، غير مناسبة بعد. تعال حط أي شيء، مكثفات، ممكن تستخدم مكثف غير مناسب لتشغيل مثلا الضاغط، لتشغيل المروحة. أحيانا البعض يحتاج إلى 50 مايكرو مكثف تشغيل الضاغط، يحط بداله 45، يحط بداله 40، يعني شو بعد يا ربي، زين. اختراعات صراحة، البعض يخترع، والله
بعض اخترع يخلع له الحديدة هذه الفاصلة، يعني انك تسوي اشياء من خارج المألوف صراحة للجهاز، تسوي اشياء غريبة وعجيبة، تبغي تهوي، تبغي تبرد، تبغي شيء، تركب لك اي شيء بالغلط. شو بعد يا ربي، ما في شيء. بس ومثلا فنيين صراحة غير ماهلين، فنيين اي كلام، بعضهم يجي ما يعرف شيء يسوي صيانة ولا يعرف شو الموضوع، كل اللي يعرفه غاز عبي غاز ما عبي غاز، لا يعرف كيف يسوي صيانة ولا شيء. ايضا استخدام صراحة ادوات ومعدات غير مناسبة زين للمنظومة صراحة، واستخدام يعني عدم استخدام امانة طرق التنصيب الصحيحة، يعني حسب الكتاب قوة الشد ما قوة الشد، وايضا استخدام صراحة معدات ادوات قياس غير مناسبة للجهاز، ادوات معدات متسخة فيها مشاكل فيها بلاوي زين، تحصل فيها اتربة، تحصل فيها زيوت، تحصل فيها، المهم تعال وركب. ما ادري بعد في شيء ثاني، اذا نسيت شيء حطوه لستة، يعني ممكن ما اعتقد ان في شيء. ارجو من الله العلي العظيم أنا أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع الجمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب وأيضا نشر محباكم. أيضا الحين ذكرت أسلاك كهرباء صراحة تكون لوز، يعني غير مثبتة، أيضا مشكلة كبيرة تسوي لك شورت، لازم نتأكد من ثبات هذه الأسلاك زين. يلا باي.